بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تاريخ المسلمين كلمات مأثورة أجراها الله على ألسنة بعض الصادقين في بعض المواقف الحرجة. يقال بأن الحجاج حينما أراد أن ينفذ الحكم في سعيد بن جبير قال له: عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عليك. أنا لا تهمني القصة أو أصحاب القصة، ولكن الذي يهمني هو هذا الكلام، وهذا صحيح. عجبت لجرأة المخلوق الضعيف الهزيل على الله، وعجبت أيضا لسعة حلم الله على هؤلاء. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ترى الإنسان يسب الله يشرك به السنوات الطوال، ومع ذلك يفسح له في المأجل لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يعود إلى الله. حينما يقرأ الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى ويتحدث عن أولئك الذين أحرقوا المسلمين الموحدين فيما يسمى بأصحاب الأخدود، قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، شوف، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، يعني كأن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هذه مسألة يمكن أن تحدث، فكأن الله يرخي لهم العنان ويترك لهم الوقت لعلهم يتوبون. يعني لا يستوجب العبد الذي فتن المؤمنين والمؤمنات العذاب إلا إذا فعل ذلك وأصر عليه ولم يتوب. فعجيب إصرار الناس على محاربة الله وشرعه ومحاربة الفضيلة. وعجبت لسعة رحمة الله وفضله، والله لا يعجل بعجلة أحد الناس، والله لا يعجل العقوبة للعاصي، وإنما يريد له أن يتوب. يا الله، ما أحلمك وما أكرمك وما أوسع حلمك على من عصاك. في الحديث القدسي: عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، فأين تجد ربا خيرا من هذا الرب الذي ينزل عليك الخير، ينزل عليك الخير وتقابل نزول الخير والعياذ بالله بالشر. نسأل الله العفو والعافية. ما مناسبة هذا الكلام؟ أنا أعجب في بعض صناع المحتوى والذين لديهم قنوات كيف يتجرؤون والعياذ بالله على أن ينشروا في الناس الخنا ويطبعوا الناس مع الانحرافات، وخاصة مع هذه العلاقات الرضائية التي يجند لها الآن الكثير من رجال السياسة ورجال القانون ورجال الإعلام وصناع المحتوى. كلهم كأنهم يغرفون من قدر واحدة، وكلهم كأنهم يرضعون من ثدي واحدة، وكأنهم تأتيهم التوجيهات من جهة واحدة. انطلقوا عياذا بالله بغير كما نرى نحن اتفاق مسبق، فصاروا عياذا بالله يجرؤون الناس على هذا الأمر. إذ كان هؤلاء مسلمون ولا نشك في أنهم مسلمين، فإنهم لا بد أن يعرفوا أن الله تعالى حرم الزنا، ولا بد من أن يسمى باسمه الزنا. نعم، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا، وإنما انتهج منهاجا وقائيا، فكل ما يؤدي إلى الزنا حرام، وكل ما يؤدي إلى الحرام حرام. فالزنا حرام، والنظرة الحرام المؤدية إلى الزنا حرام، وتلك الدردشة بين الرجل والمرأة عياذا بالله بغير موجب يستوجب ذلك حرام، ونية ذلك حرام، والخلوة مع المرأة حرام، والدخول على المرأة المغيبة حرام. كل هذا من أجل أن يحفظ الله تعالى أعراض المسلمين، فإن حفظ الأعراض هي من مقاصد هذا الدين.
لابد للإنسان أن يغار على عرضه. والمسلمة كلها هي إما أمك إن كانت كبيرة، أو أختك إن كانت في سنك، أو ابنتك إن كانت صغيرة، أو زوجتك. فلا ينبغي للمسلم أبداً عياذاً بالله أن يتعاطى لهذا، فهو من أكبر الكبائر التي يهتز إليها عرش الرحمن. وإن شاباً من الشباب على عهد رسول الله جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول، آمنت بك وجئت لكي أنصرك، لكن أذن لي في الزنا. هنا حينما سمع الصحابة هذا المستعظموه وكادوا أن يتصرفوا مع تصرفاً لا يليق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وردعهم وقربه إليه، قال: تحبه لأمك، لابنتك، لزوجتك، لأختك. وفي كل مرة كان يجيب رضي الله عن هذا الشاب: لا جعلني الله فداك. والنبي يقول: وكذلك كل الناس لا يريدونهم لأمهاتهم، لأزواجهم، لبناتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم. ثم وضع يده على صدره فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فشافاه الله، لأنه لم يكن عياذا بالله يريد إلا الإصلاح، ولم يكن يريد التقية، إنما أفصح عن مرضه الذي كان يعاني به، فعرض نفسه على الطبيب، على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا به استل هذه الفكرة الفاسدة من رأسه، ثم استلها بعد ذلك بالدعاء من قلبه، ثم طهر وسائل إدراكه، ثم رأى بعد ذلك المنكر بوسائل إدراك نظيفة لم تشوش، لم تدنس من معصية. ولذلك عجبت لهذه الوسائل التي تنشر هذا وتريد أن تطبع الأمة مع الحرام. قال الله في مثل هؤلاء: إن الذين يحبون أن تشيع، يحبون، هم يحبون، ينشرون ذلك لتطبيع الناس مع الحرام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتوعدهم الله بالعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، وليس العذاب في الآخرة فقط، والعذاب في الدنيا بالنسبة لمن يحب إشاعة الفاحشة. تعرفونهم الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قال عليه الصلاة والسلام: خرج النبي على المهاجرين وقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. فقال في الأولى: إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، يعلنونها حتى يعلنوها، إلا أصابتهم الأوجاع والأوبئة والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فمن يحب أن تشيع الفاحشة بترويج ذلك عياذا بالله لتطبيع الناس مع الحرام، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات ويريدون مجتمعا والعياذ بالله مليء بالشهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما إلى حد السقوط، أن يعود الإنسان عياذا بالله لكي يهوي في أسفل سافلين كما وصفهم الله تعالى في سورة التين: لا حول ولا قوة إلا بالله، رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا، إلا من كان منهاج هو الإيمان. إذن فهؤلاء الذين ينشرون فعليهم أن يخشوا ربهم. المسألة الثالثة: أين بإذن الله تبارك وتعالى القانون؟ يكحن عند قانون جنائي ويجرم هذه الأمور، وهم يطالبون الآن بإلغاء هذا القانون من القانون الجنائي، هذه المادة التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج التي تسمى الزنا. يطلقون عليها أسماء، يضفون على أسماء لكسر الحاجز النفسي بين المسلم المؤمن وبين هذا المنكر. ما يقولك الزينة كما قال السيد الدرب، الزينة هم يقولوا العلاقة الرضائية، ما دامت يعني تتم بالتراضي بين الذكر والأنثى سواء متزوج غير متزوج. المشكلة قال كسر، احنا ما نتبعهمش، لا نتبعهم، لا حول ولا قوة. أين القانون؟ أين تفعيل القانون؟ هنالك عياذا بالله عدم تفعيل مسطرة المتابعة لهؤلاء. والله إننا نعيش في عالم غريب،
في دولة إسلامية، الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي، ويقوم هؤلاء لماذا ليتابعون من قبل قانون الصحافة الذي توبع فيه الكثير من الناس فقط لأنه تحدث عن أمور كان فيها قانون يتابع من يتحدث فيها؟ والقضية اللي كتمسنا الدستور حينما يطالب عياذا بالله بتقرير الزنا، ماشي شيء بالزنا، الزنا موجود، فإن كان موجود عياذا بالله ومستور أمرهم إلى الله، ليس مطالب الإنسان أن يفتش عن الناس ويتجسس عليهم، لكن المصيبة هي أنهم يريدون أن يقننوه، لأن ذلك الزاني قبل هذا الوقت كان يزني وهو خائف مستور ويعلم أنه يرتكب منكر ثم يتوب إلى الله إذا أراد، أما اليوم يراد أن يقنن ويصبح الحرام يفعل عياذا بالله بدون أن تطاله يد العدالة والشرع والقانون بأن يفعل ذلك بحرية بدعوى الحرية. هذا أمر قال كسدي احنا أحرار ما داموا حرين، قال كراجل ومرأة وحرين، قال واحد قال له وعلاش يا سيدي منين تمشي انت مثلا شي فندق وتدخل مع المراه ويجيو عندك يقولوا لك يا سيدي رانا كذا، قال لك ما خصكمش نعم تقضوا مضجعهم وتقلقوا راحتهم، الله تطلبون الراحه لمن لن يرتاح ابدا بمعصيه الله، تطلبون الراحه في معصيه الله، اي فهم هذا؟ ومن عرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الذي يطبق القرآن لا يشقى، ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أتطلب الراحة لمن يعصي الله من فوق سبع سماوات؟ انتكست الفطر، صار عياذا بالله الفضيلة رذيلة، أصبحت العفة في بلاد المسلمين وبعض بلاد المسلمين تطارد، سنصل إلى الوقت الذي يقول أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أصبح الزواج الآن مسألة بينك وبينها سابع المستحيلات، ويطلبون بعد ذلك أن لا حول ولا قوة إلا بالله. الرابعة، أتحدث لهؤلاء الذين يخرجون في مثل هذه القنوات ذكر إناثك يقول لك نعم أنا أمارس ذلك، شهرتك وتذآل من جريمة تمارسين ذلك، لو كان بينك وبين ربك لكانت معصية كبيرة تحتاج إلى التوبة، ثم بعد ذلك تعلنين ذلك في الوسائل لكي تصل إلى كل بلد مسلم، إلى كل بيت مسلم في العالم، معناها الناس صار الذنب أعظم باش بالإعلان. والثالث، أنت تدعين والعياذ بالله إلى هذه المعصية، وربي ربي 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 ربي. رابعا، وبعد ذلك صلى الله العفو والعافية، تريدين أن تبرري للناس لإقناعهم، هذه عادية وهذه مسألة خاصها تكون، أنا كنقول هذيك البنت ذوك البنات وهذوك اللي تكلموا، ماذا تقولوا إلى ربكم؟ ماذا تقولوا إلى ربكم؟ تريدون عياذا بأن تقنعوا الناس بترك دينهم؟ تريدون أن تحللوا الحرام؟ إن العبد إذا فعل المعصية وهو يعلم أنها حرام ويقر أنها حرام وإنما فعلها في حالة ضعف بشري استزله الشيطان في لحظة ضعف، هذا نقول الله يتوب عليه، أما أن تفعلها وأنت تدافع عنها وتريد مثلا أن تستحلها وتقنن لها وتصبح محميا في مجتمع دينه الإسلام يحميك القانون ضدا على شرع الله فيرفع القانون البشري فوق شرع رب العباد، لا حول ولا قوة إلا بالله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الأخير، كثرت هذه البلايا وعظمت هذه الفواقر ونحن نفهم ذلك، وهو والعياذ بالله إشارات مما ينبغي أن يحذر الإنسان في المستقبل لما سيقع بالأمة،
في حالة ما إذا سكت العلماء ولم يأمروا وينهوا، فإنه إن عمل بالمعاصي في أرض ما ولم يغر أحد من الأمة غار الله في عليائه فمقت الجميع فأنزل عقابه على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كنت أعطيت سلسلة حول حديث السفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا ذات مرة لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولا نؤذي من فوقنا، فإنهم تركوهم غرقوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهل سيقبل المغاربة والمسلمون أن تنتشر هذه الفيديوهات وينشرونها؟ والله من نشر مثل هذه الفيديوهات ويرسلها للناس سواء قدر حجم الآثار المدمرة للمجتمع لم يقدر، فهو مساهم في نشر المنكر وتطبيع الأمة مع المنكر. احذروا أن تنشروا هذا، هذه واحدة. ثانيا، على العلماء والدعاة أن يتكلموا. ثالثا، على أصحاب صناع المحتوى أن لا يقوموا بهذا المنكر، فهم يتحملون وزر كل من يتأثر سلبا بهذه الدعوات التي يدعون. ورابعا، لهؤلاء الذين يخرجون في مثل هذه الفيديوهات أقول لهم ستتحملون وزركم ووزر من تجرئه على 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 حرمات الله وحدود الله. والخامس، أين القانون؟ أين دور الدولة؟ فالله نسأل أن يرفع عنا العذاب وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.